ما معنى دول الساحل الإفريقي؟ الساحل الإفريقي هي منطقة تقع في غرب وشمال ووسط إفريقيا، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقا إلى شمال السنغال وجنوب موريتانيا غربا، حتى تصل إلى جنوب السودان وإريتريا، حيث تتنوع طبيعتها بين الصحراء في شمالها والسافانا في جنوبها، إذ تعتبر منطقة شبه قاحلة، وذلك لأنها تمر بثمان أشهر جافة في السنة وموسم مطري قصير. ومن الجدير بالذكر أن الجفاف الشديد الذي أصاب المنطقة بين سنتي 1967 وسنة 1974 ميلادي أدى إلى تجويع الكثير من السكان وهجرة الكثير منهم إلى الجنوب بشكل جماعي أيضا. دول الساحل الإفريقي: بما أن الساحل الإفريقي يمتد من السنغال وموريتانيا غربا حتى السودان وإريتريا شرقا، فهو يعبر بالعديد من الدول، وهي السنغال، موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، نيجيريا، تشاد، السودان وإريتريا. يغطي الساحل الإفريقي مساحة تبلغ 3,053,200 كيلومتر مربع، إذ يمتد من المحيط الأطلسي غربا حتى البحر الأحمر شرقا، حيث يقطع مسافة قدرها 3,862 كيلومترا، ويصل عرضه من مئات إلى آلاف الكيلومترات، فيما يتراوح ارتفاع هذه المنطقة بين 200 و400 متر فوق سطح البحر. كما أنها تعتبر منطقة انتقالية، حيث تشكل السافانا جنوبها والصحراء شرقها شمالها عفوا، وتغلب السهول على تضاريسها كذلك، ويعتبر مناخها مداريا، إذ تتراوح معدلات سقوط الأمطار فيها بين 600 ملم في الجنوب تقريبا و200 ملم في الشمال تقريبا.